وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة بأحلى مشاهدين وأحلى متابعين، يا أهلا وسهلا في قناة خليل جيمنج. يا مرحبا فيكم اليوم بكره أقول لكم، لكن بتكون الحلقة الأخيرة ترى من تروبيكو. ليش؟ الجزء السادس راح ينزل على الكمبيوتر بتاريخ 25/1، ذاك الوقت بإذن الله بألعب تروبيكو، ما عندكم مشكلة بنلعب. هذه حانة على قولتهم، ما نقول بار هاريكند بروزيترس كونتري هوتل. اوكي اكس ايكو تورست، حلو. نحطين لنا فنادق المطار، عند المطار هاي. اللي حاصل ان تروبكو على الكمبيوتر ما اقدر احصلها قبل 25/1، وما اعرف كيف غيري صراحة احصلها بدري. انا على ستيم مشتريها وبترياها تنزل، فان شاء الله راح تكون هاي الحلقة الأخيرة على أساس أقدر أركز على ألعاب ثانية. أولها نكون فارم سيميليتر شوية ماخذ وقت، وعندكم اللعبة الثانية اللي ماخذ بعد سيتي سكاي لاين شوية، المشاريع اللي فيها كبيرة وأبى أعطي اللعبة شوي حقها، فبنظم شوية الأمور. مع هذا تقريبا كل شيء يعني الحين. أصلا عندي مشكلة دخل أنا في تروبيكو حاليا، مشكلة دخل طيبة يعني. هاي شوف رايتر، ايه هذا بيشل من عندنا 7000، هذا بيشل من هاف رايتر يوقف هني، كم بيشل 13000. حلوين. الحين اللي احاول اسويه ان ادخل عدد من السياح المدينة، احاول ادخل مجموعة سياح، لان اذا دخلت مجموعة سياح اكبر من الفنادق عندي فل حاليا، بقدر شوية اني مثل ما تقول اتنفس. خلينا نحطي عند السيرك شوية فندق زيادة، اوكي عندك زيادة، نحطي له شارع عندنا هني ونشكلهم في لهم درب يعني. حلوة الفنادق اللي على الشارع هاي، حلواتن صغار، شوفوا ناس يتمشون محلام. البحر قدامه بس ما يقدر يسبح، جاي نطفل زين نطفل حوض، خلصنا ما يبي نطفل حوض. انزين الحين اللي حاصل عندنا الكونتراكت مالي شوية غلط. طبعا في مشاكل مانجمنت هنا عدلوها في التروبيكو 6، انا شفت بعضها على اليوتيوب الصراحه وايد اوكي، معدلين وايد، مسوين وايد. لونجر ريبل اوبريشن اجنسي انلس وذ ادكريس، يقول بيكون في مجموعه مظاهره ضدك وقاعد يهجموا عليك. قال لي اول شيء على طول قال لي اوكي بيكون في شويه مظاهرات حاول تخللهم، وفي نفس الوقت على طول هجموا علي. زين الحين شو قاعد تسوي بالضبط؟ دباباتي وين؟ دمرناهم. ما عندي يورانيوم بعدين، ما عندي يورانيوم والله. جيشي قوي الصراحة، دمرهم. ما عندي فلوس يا جماعة، 14000 بنبني فيهم على طول شي، بنبني ما اعرف شو ابني، ما اعرف لانه هايل. ما فكت بنس كانسل كوك بلد 22000، ما نقدر نسويه وما للبنى متأخرين عليه. خلنا نعطيه أولوية عالية. هذا ما في له كهرباء، ليش ما عندنا كهرباء؟ معقول كهرباء ما تكفيه؟ والله كهرباء ما تكفينا. دام عندي فلوس خلني أروح للبنية التحتية، حطت كهرباء الطريقة هاي، هذا حطي له شارع، بيبنونه ما علينا بيبنونه. بنحطي لنا سوبر ماركت حق اللي فوق عايشين، سوبر ماركت بيكون مكان مركزي لازم. ايوه هني زين، هني ورا العمارة زين. المشكلة قاعد احطي وايد شغلات مع بعض، ما اعرف شو بيبني شو ما بيبني. هكم يبالي 12000، ونحن عندنا انتاجنا تعبان، هذا ما في موظفين، هلا موظفين مش كها مصدر فلوس وما في موظفين، تخيلوا. وعندي وايد ناس وما قاعد ابني لهم بيوت، والشخخ ما قاعد تكفي. سمعت صوت طلق نار انا صح؟ هي تقول نار من جايينهم هاي؟ احنا برنامج النووي يا حبيبي،
في وايد امور بعدها ترى ما فتحناها بس اشو 13000 وانت 2000 درهم. هاي سفينة سياح هاي انبنت على طول فل. لا بنت على طول فل ما في في طلق نار على طول عندي ثوار دنيا. اوف دبابة هاجم علي من وين يا ابو دبابة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي عليهم من هاي انبني. اوكي اوكي شوي لو وضعك تعدل. هذا شو وضعه ما في ناس ما اللحن هذا فنان سؤال عجيب هذا. عجيب كهرباء تسوي فيها هذا كله. كان لازم تري قبل ابني اي مشاريع ثانيه يبنون الكهرباء. الكهرباء الحين موقف نص المباني اظني. اشوف لو عندي ليزر شو بسوي. والله لو عندي ليزر والله يجيب العيد. ما اعرف اللي لحق على ايام لعبه رد الرت ان نحط ابراج ليزر لازم نحط ابراج طاقه. اي حد تبى تهجم عليه بس عقل باور موله كهرباء. مع السلامة انتهي الوضع. هذا اوكي بيخلص قريب. وايد حلو وايد زين وايد زين وايد وايد زين وايد اوكي. بس اتشرى والله معظم الجزيرة ترانا يعني ما قصرنا وياهم سوينا لهم وايد زين. بنوم زين قاعدون بالساعات بس طالعونا بنوم. مصانع واقفة مش قادرين ندخل فلوس نحن. وانتو تلعبون كتب انت اوكي كان عندك برنامج نووي. اوكي بننتقل للحقبة اللي عقبها بس اصلا الحلقة الاخيرة اصلا انها اخر حلقة. 430 بروديوس زيرو هذا باقي له واحد بالامية. كهرباء ما عندنا دنيا ما عندنا فلوس ما عندنا. شو المدينة الفاشلة هاي كيف كيف هاي سلسلة استوت اصلا مو السلسلة هاي. اشتغل انت يبو خلص الكهرباء مفروض تكفي لا تستهبل. خدمات والله في اي لعبة يخلصون فلوس الدنيا كلها صراحة. والله خدمات هاي مصيبة. ابسط مثال سيتي سكاي لاين. شكله في شيء ناقص خلى برايه. الى مدير فاينانسر هاير حطي الى مدير حطي لهم مدرب شوي لاند لورد ما نبغى انتر. اوكي نبى نحط هني سوبرفايزر نشوف شو بيستوي. نقص الكهرباء والله النحات. خلنا نزيد الميزانية. نصف 430 ما عندي باور بروديوست. خلهم برايا ما يبون. المهم بغيت انهي لكم السلسلة انا هاي وهذا فيديو بسيط حتى لا يعتبر حلقة اخيرة. فنشوفكم ان شاء الله في العاب ثانية في امور ثانية. وانتظر تربكو 6 خلاص الحين استوى عندنا خبرة في اللعبة. الحين نعرف نسوي منتي تربكو 6 بيكون خلاص الوضع منتهي يعني. فنشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم.